بعد لي إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتسبين الأوفياء اللي يشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العلاش. نتمنى أن الجميع يكون على ما يرام ويسعد الصباح ديال المتسبين الأوفياء سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه، كما كتشاهدوا المتسبين الأوفياء تلاميذ البكالوريا شعبة الآداب كيدخلوا في هذه الأثناء اجتياز امتحان الوطني مادة اللغة العربية. بالتوفيق لجميع التلاميذ، ونتمنى أن التلاميذ يكونوا في المستوى المطلوب، فهذه ماشي نهاية الحياة ولكن بالعكس البكالوريا فهي تجربة من تجربة الحياة، وأكيد أنها تنقلك أو تنقل التلميذ أو التلميذة من دراسة إلى دراسة عليا. يعني التلميذ غيولي ويقرا كما كنقولوا في الكلية ويتفتح له مجموعة ديال الأفق، وطلبوا لهم أنهم يتفوقوا متبين أوفياء في الدراسة ديالهم وتكون الأجواء مزيانة ورائعة بطبيعة الحال. دنا مباشرة من أمام الثانوية التأهيلية التقنية بمدينة العرائش، بالتوفيق لجميع التلاميذ والتلميذات، نتمنى لهم التوفيق اكيد متبين الاوفياء. نتمنى من الاخوان ومن المتسبين الاوفياء انهم يدعيوا معهم، لان اكيد الكل داز من هذه المرحله، هذه مرحله اللي كتكون صراحه كتكون علينا كتلميذ دوزت انا كانت صعيبه، لان كيكون ستريس، كيكون الضغط عفوا، كيكون مجموعة ديال الأمور اللي متخوف، ولا يحسن العون حتى الأمهات ديالنا حتى هما كيكونوا حاضرين أكيد متبين الأوفياء، حتى الأمهات كيكونوا حاضرين وكيكونوا خايفين على الأبناء ديالهم. إذا بالتوفيق لجميع لجميع التلميذات والتلاميذ اللي غادي يدوزوا الامتحان ديال الوطني. وتحياتي.